حيث تقيم حركة شباب السادس من أبريل حفل إفطارها الثاني خلال شهر رمضان أمام سجن طرى، وذلك تضامنا مع المعتقلين السياسيين الذين لم يفرج عنهم حتى الآن. معي الآن الأستاذ رام السيد وهو أحد أعضاء الحركة، وأيضا الأستاذ محمد شعيب وهو أيضا مسؤول جماهيري بالحركة. هبدأ بيك أستاذ محمد، وعاوزك تقول لي الهدف من إقامة هذا الحفل للمرة الثانية خلال شهر رمضان أمام منطقة سجن طرى. هو بس الاول استاذ محمد شعيب مسؤول القاهره مش مسؤول الجماهيري، انا مسؤول العمل الجماهيري. احنا عاملين سلسله فعاليات بالنسبه للافراج عن المعتقلين. السلسله دي ابتديناها، كنا هنبتديها يوم الاربعاء اللي فات، كنا هنعملها سلاسل في ميادين شرق القاهره، بس وقفنا الفعاليات ساعتها عشان ضحايا الحدود. فاحنا بنستكمل السلاسل ده والضغط للافراج عن المعتقلين من الثوار والمعتقلين السياسيين اللي هم المفروض ياخدوا حقهم في البلد، بس كعقاب ليهم على نزولهم المطالبة بحرية البلد تم اعتقالهم. فاحنا هنستمر في سلسلة فعالياتنا في كستة ابريل في جميع محافظات القاهرة بالتزامن في نفس الوقت للضغط للإفراج عن المعتقلين. دي أول فعالية لينا إن شاء الله قصاد سجن طرى، وفعالية تانية هتبقى في ميادين شرق القاهرة. حضرتك منذ قليل كنت حدثتني عن وجود بعض السلاسل التي قمتم بعملها في عدد من المناطق في القاهرة، وذلك للإفراج عن المعتقلين السياسيين، يعني كلمنا عن هذه السلاسل. السلاسل دي احنا عاملين سلاسل في كل محددين الفعاليات في كل محافظات القاهرة. في مثلا في محافظة الجيزة، في كل ميدان في محافظة الجيزة هتلاقي فيهم سلاسل ووقفات للمعتقلين في ميدان حصري وفي ميدان مصطفى محمود وميدان كل ميادين الجيزة وميادين المحافظات المختلفة عاملين السلاسل دي في نفس الوقت ونفس التوقيت. طيب بالنسبة للوقفات التي تقومون بعملها أمام سجن طرى، كان الرئيس محمد مرسي قد أمر بتشكيل لجنة وذلك لبحث الملفات السياسية للمعتقلين، وأمر أيضا بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ما لم يكن على ذمة قضايا أخرى، قضايا جنائية. يعني إلى أي مدى حققت هذه اللجنة الأهداف التي تطلبونها أو تهدفون أنتم إليها؟ لغاية دلوقتي إحنا مش ما فيش أي نتائج أو أي تقارير من اللجنة بالنسبة للإفراج عن المعتقلين، بس احنا حاليا بنضغط لدكتور محمد مرسي وبنوصل له الرساله ان احنا لازم المعتقلين دول نبض الثوره، لازم يخرجوا من السجون. طب كم عدد المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجن طرى، وكم عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم؟ هو طبعا ما فيش حصر على الارض بالنسبه للمعتقلين، بس في كحركات الافراج عن المعتقلين والكلام ده عاملين حصر. هو الاخر حصر مبدئي ان في 12,000 معتقل تحت الحجم العسكري. طبعا احنا كنا قايلين ان بديهيا انت تقدر تكشف عن السجل الجنائي وتعرف تفرق بين المواطن الشريف الثوري والمواطن البلطجي. شكرا لك استاذ رامي، انتقل اليك استاذ محمد. استاذ محمد، يعني تفسر بايه غياب عدد كبير من اعضاء المكتب السياسي اليوم عن حفل الافطار الذي تقيمه حركه شباب السادس من ابريل؟ والله انا محمد شعيب عضو مكتب سياسي. في اعضاء المكتب السياسي زي ما قال رامي متوسعين على المحافظات في جميع المحافظات، وفي محافظات تانية دلوقتي عاملة الوقفات بتاعت المعتقلين دلوقتي، فأعضائنا راحت المحافظات المتنوعة بتاعتنا بحيث ان هم يحضروا نفس الوقفات بتاعتنا دي، وكل واحد كل شخص مننا في المكتب السياسي بيمثل في الوقفة بتاعتنا يعني. استاذ محمد، يعني عاوزك تقول لي ابرز الاسماء المسجونه حاليا داخل سجن طرى من المعتقلين السياسيين. حقيقه انا ما عنديش زي ما قال رامي، ما عنديش كشف الاسماء معين، لان كمان في حاليا انا عرفت الاخبار بتاعت النهارده ان تقريبا الكشف الثاني خلاص خلص بتاع المعتقلين الدفعه الثانيه من المعتقلين، المفروض ان هم هيفرج عنهم خلال 3 أيام الجايين. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نعمل يعني في حركه شباب 6 ابريل بنعمل حصر سريع بكل الاسماء اللي موجوده سواء اللي طلعت او اللي لسه جوه، بحيث ان احنا نطلع على ابرزهم، بحيث نحاول نعمل كشوفات بمعنى اصح عشان نبعد خالص عن موضوع الجنائي اللي بيتكلموا عليه. طيب الرئيس محمد مرسي كان منذ ايام اصدر امرا بتشكيل لجنه وذلك لبحث ملف المعتقلين السياسيين والافراج عنهم، يعني راي حضرتك في هذا القرار، وهل تم بالفعل الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ام لا حتى هذه اللحظه؟ انا قلت لحضرتك في دفعه اولانيه اللي هي تقريبا خرجت في اول 10 ايام رمضان، حوالي كم عددهم؟ حوالي 541 فرد على ما اعتقد، 500 وحاجه فرد.
500 فرد، ودلوقتي الدفعه الثانيه اللي هي المفروض هتخرج على العيد. دي الحاجه هي، بس هي الفكره كلها ان تعدات المطالب الافراج، تعدات المطالب بتاعتنا بالافراج عن المعتقلين، وكنا بنفضل الافضل ان يحصل فصل فوري ما بين الجنائيه، المعتقلين الجنائيين والمعتقلين السياسيين، بحيث ان هم الاسراع في اخراجهم على. شكرا لك. إذا كانت هذه مجموعة من اللقاءات مع عدد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء حركة شباب 6 أبريل من أمام سجن طرة، حيث تقيم الحركة حفل إفطارها الثاني خلال شهر رمضان، وذلك للتضامن مع المعتقلين السياسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب ثورة 25 من يناير.